إلى أحد شواطئ محافظة أريان أخذنا محمد ليحدثنا عن محاولاته المتكررة للهجرة بطريقة غير نظامية أكثر من مرة، من هنا ومن محافظة صفاقس. ورغم أنه كاد أن يخسر حياته، إلا أن حلمه بالوصول إلى السواحل الإيطالية ما زال يراوده. احرقت 3 مرات، مرتين رينا فيهم الموت ورجعنا، ومرة وصلت فيها واحد من الناس يعني روحت عرست مرتي حبلي، انا كان جاي عندي فلوس دور نعاود نهز مرتي وحبلي ونمشي نجيبوا البيبي غادي خير. الوصول الى الضفه الاخرى من المتوسط يختزل كل احلام محمد في المستقبل، ولكنه في المقابل يحدث عن مآسي عائلات فقدت ابنائها ويروي تفاصيل عن قوارب الموت التي عصفت بارواح الالاف ممن ابتلعهم البحر. أمام مقر وزارة الخارجية تجمع عدد من الأمهات التي فقدن أبناءهن في قوارب الموت للمطالبة بمعرفة مصيرهم. جليلة فقدت وحيديها سنة 2019، ونوال فقدت أخاها في شهر آب أغسطس المنقضي، وهكذا تحدثت عن مرارة التجربة. أنا اللوم برشا على السلطة، معناتها التونسية كخارجية خاصة اللي ما تحبش تتحمل مسؤولية. ما احنا ما طلبناش حتى شيء، احنا مالنا لا ديان ولا ديان متاعنا قاعد مطيش في تونس. النداء سواء الرئيس الجمهورية سواء الوزارة سواء السلطة سواء إيطاليا، بربي بربي اقفوا معانا، رانا عائلة رانا محروقة، بجاه ربي جيبونا أولادنا موتى ولا حي. تنشط عديد الجمعيات والباحثين في مجال الهجرة في تونس، إلا أن هناك نوعاً من الإجماع على محدودية المعالجة الأمنية للظاهرة وضرورة إعادة النظر فيها. المعالجة ما عادش معالجة أمنية، المعالجة اجتماعية واقتصادية بالأساس. من مشروع معناتها بطالة ومشروع إنسان قاعد في عائلته، وأصبحنا نصنع عائلات تونسية ولا تصنع في مشروع مفقود. أعتقد أنه لا يوجد مفهوم الهجرة غير الشرعية، الهجرة أريد لها أن تكون غير شرعية حتى على المستوى العالمي من خلال عملية انتقاء المهاجرين وعدم منح تأشيرات سفر للجميع. ومع تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط وما تخلفه من مآسي ومن ضحايا، تصاعدت الدعوات إلى ضرورة مراجعة اتفاقات الهجرة مع الجانب الإيطالي. وليد عبد الله، العربية، تونس،